بلا شك أن الألغام الأرضية تمثل جريمة إنسانية على مستوى تم تجريمها في كل المواثيق الدولية، والتي كان آخرها في العام 97 حين اتفقت 150 دولة على تجريم زراعة صناعة هذه الألغام والتجارة بها. لكن الحوثي قام منذ 7 سنوات كما تفضلتم بنشر أكبر عملية بث ألغام على بعد الحرب العالمية الثانية، حيث قام ببث أكثر من 1,000,000 لغم. نالت محافظة الحديدة النصيب الأكبر من هذه الألغام نتيجة لتقدم قوات المقاومة الوطنية خلال عام 2018. وبطبيعة الحال فإن هذه الجريمة التي يندى لها جبين البشرية لها تأثير كبير على مستقبل الشعب اليمني الذي لا يأبه له الحوثي ولا يقيم له وزنا، كما لا يقيم وزنا لدماء الشعب اليمني التي تسفك بهذه الألغام التي قام بإنشاء مصنع بأكمله، وقام رئيس مجلسهم الغير المعترف به بافتتاح المصنع جهارا نهارا على مرأى ومسمع من العالم. مصنع للألغام يصدر القتل والدمار لأجيال قادمة للشعب اليمني، وقام بنشرها بكل صلف وبكل غرور وبكل تفاخر. وبينما العالم فاغر فمه ولا يقدم إلا إدانات خجولة هنا وهناك. يعني جئت على هذه النقطة. نعم. أستاذ وليد، اليوم نعم. الحكومة اليمنية أو حتى اليمنيين بشكل عام لا تتوفر لديهم الإمكانيات لنزع كل هذه الألغام التي زرعها الحوثيون، فهي تحتاج إلى تضافر جهود ربما تكون دولية. هل من أدوار من الممكن أن تلعبها المنظمات الدولية المعنية بهذا الصدد؟ أحب أن أشير أن ما يزيد هذه الجريمة فظاعة وفداحة أن الحوثي يقوم ببث الألغام دون خرائط ودون تحديد ما أماكنها، حتى هو بعض دورياته تتعرض لهذه الألغام. تخيل ذلك، أنه يزرعها عشوائيا، وهذه العشوائية تصعب كثيرا من نزعها مستقبلا. وبالتالي فإن العالم أجمع مطالب بالوقوف مع الشعب اليمني ودعم الجهود التي تبذل، سواء من مشروع مسام الممول من صندوق الملك فهد الملك سلمان حفظه الله، أو من المقاومة الوطنية التي تقوم فرقها الهندسية في الساحل الغربي يوميا بنزع وتفكيك مئات بل وآلاف الألغام، والإحصائيات موجودة وبالإمكان العودة إليها للدلالة على أثر هذه الفاجعة. ويكفي أن خلال 6 أشهر هذه الألغام حصدت 100 ضحية من أبناء الوطن، وهذا رقم غير مسبوق على مستوى العالم. أنا أشكرك جزيل الشكر وليد المشيرعي الكاتب والمحلل السياسي على طيب هذه المداخلة ومجمل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك.